بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلاب، مرحبا بكم في فيديو جديد نستكمل فيه سلسلة حلقتنا في حل الكتب الخارجية. كنا وصلنا مع بعض عندنا بالنسبة للدرس الثاني في البيولوجيا الجزيئية أو الحمض النووي والمعلومات الوراثية، بالنسبة لكتاب التميز. نيجي مع بعض عندنا بالنسبة للسؤال الأول، بيقول لي أي مال يمثل نيوكليوتيد الدي إن إيه؟ طيب إحنا عارفين يا شباب النيوكليوتيدة بتاعتنا بتتكون من 3 مكونات أساسية: قاعدة نيتروجينية، سكر خماسي، ومجموعة فوسفات. تمام، فتعالوا كده نشوف التفاصيل اللي موجودة عندنا يا شباب بالنسبة لكل واحد من دول. هنلاحظ مع بعض عندنا ان هنا اده القاعدة النيتروجينية، قاعدة نيتروجينية، قاعدة نيتروجينية، قاعدة نيتروجينية، يبقى كده القواعد عندنا متكاملة مفيش أي مشكلة فيها. طيب عندنا مجموعة الفوسفات، مجموعة الفوسفات موجودة عندي في الأربعة مفيش مشكلة. طيب ايه الخلاف بقى؟ تعالوا نشوف مع بعض. هنلاقي السكر هنا سكر شكله سداسي، السكر هنا شكله سداسي، تمام كده، السكر هنا شكله خماسي، السكر هنا شكله خماسي. طيب يبقى احنا كده سكر سداسي دي نستبعده، الشكل السداسي ده بره الموضوع على طول، ماشي، يبقى ده الشكلين دول بره الموضوع. فضل عندنا الشكلين دول. طيب هو بيتكلم عن نيوكليوتيد دي ان ايه، نيوكليوتيد دي ان ايه. طيب ايه الفرق ما بين نيوكليوتيد دي ان ايه والار ان ايه يا شباب؟ الفرق بينهم ان عندنا مثلا بنلاقي هنا او اتش، لكن عند الدي ان ايه هنلاقي هنا مكانها اتش. يبقى الفرق تاني، الاو اتش دي موجوده في الاثنين، هنا او اتش انما هنا حرف الاتش بس، ماشي. فاحيانا اتش بس احيانا نكتبوها احيانا ما نكتبوهاش، خلاص. فبالتالي هو لو كان كتب اتش هنا كانت اصبحت واضحه او صريحه قدام عيني ان هنا غير منقوص انما هنا منقوص. فلو سالنا عن ار ان ايه هكون اختار الايه الشكل ده، تمام، يعني الار ان ايه هيبقى على طول الشكل دوت. لكن عندنا ده دي ان ايه فهيبقى عندنا الشكل بتاعنا اللي هو الشكل رقم د هو الصح. طيب نيجي مع بعض الرقم 2، بيقول اي مما يعبر عن الرابطه التي تتكون بين النيوكليوتيدين في شريط الدي ان ايه، رابطه بين نيوكليوتيدين، ماشي، نيوكليوتيد او نيوكليوتيد. طيب يبقى احنا الرابطه دي بتتكون عندنا يا شباب ما بين السكر ومجموعه فوسفات، ما بين سكر ومجموعه فوسفات. طيب يا ترى مين يا شباب؟ فبالتالي احنا عايزين سكر ومجموعه فوسفات، يبقى مجموعه الفوسفات عندنا في النص، واحنا عارفين ان الفوسفات بي او 4. طبعا الجزء ده جزء كيميائي شويه ولم يتم التطرق ليه في قلب المنهج، يعني مش واضح عندنا في قلب المنهج، ماشي. فاحنا عندنا مجموعه الفوسفات بترتبط باربع ذرات اكسجين، تمام. طيب الذرات الاكسجين دي هي بتبقى المحور اللي بترتبط بيه مع ذرات الكربون. فلو جينا كده بالاستبعاد، احنا هنا عندنا نيتروجين واحنا عارفين ان الرابطه لازم يكون فيها فوسفات، فبالتالي الان دي مستبعده، وكذلك هنا برضو عندنا هنا مفيش اي فوسفات فبرضو مستبعده، ودي برضو عندي مستبعده، فمفيش الوحيده عندي اللي فيها فوسفات هي الوحيده اللي قدامنا اللي هي بقى. طيب نيجي مع بعض بالنسبه لرقم 3، جاي بيقول لي عندنا ادرس المحطة الذي يعبر عن تركيب جزء من دي ان ايه. تمام، عامل لي هيكل سكر فوسفات في الجانبين وعامل لي قواعد نيتروجينية موجودة معايا، تمام. جاي بيسأل عن ايه بقى؟ ما الذي تعبر عنه الأرقام 1 و2 و3؟ طيب ده 1 عندنا تمثل قاعدة نيتروجينية، طب و2 بتمثل مثلا نيوكليوتيد، تمام، ما ينفعش نيوكليوتيد، ده مثلا هيكل سكر فوسفات، هيكل سكر فوسفات، تمام كده. طيب وده برضو نفس عندنا هيكل سكر فوسفات، يبقى احنا عندنا بس هنا مفيش في النص قاعدة موجودة عندي. طيب ممكن ده يبقى عندنا السكر ده فوسفات تاني، يبقى ده جزء سكر وده فوسفات في النص وده جزء سكر، يبقى هنا سكر وهنا سكر، تمام كده، يبقى ده برضو سكر وده سكر، ده يبقى قاعدة نيتروجينية، قاعدة نيتروجينية، قاعدة نيتروجينية، قاعدة نيتروجينية، ودي في النص بينهم يبقى مجموعة فوسفات، يبقى 3 مجموعة فوسفات، 3 فوسفات، يبقى انا عندي دي وعندي دي يمشي معايا. طيب بالتالي يبقى انا استبعدت باء واستبعدت ج بره الموضوع عشان الناس ما تلاقوش، هنمسحهم في الاخر. طيب نيجي بقى واحد عندنا، واحد عندنا اللي هو مين؟ القاعده النيتروجينيه، واحد اللي هو القاعده النيتروجينيه، تمام، واحد سكر، واحده قاعده نيتروجينيه، ماشي، قاعده نيتروجينيه، يبقى انا عندي جين بس، قاعده نيتروجينيه وسكر خماسي اللي هو رقم 2 مظبوط، يبقى انا عندي دي هي اللي تصلح يا شباب، انما بالنسبه للاثنين دول لا يصلح. طيب بالنسبة عندنا يا شباب نيجي للجزئية اللي بعد منها، جاي بيقول لي رقم 4، أي الأشكال التالية تمثل تركيب جزيء دي إن إيه وتزاوج القواعد بشكل سليم؟ تعالوا كده نشوف مع بعض التزاوج اللي موجود، وهل التزاوج ده بشكل سليم ولا غير سليم. طبعا أول حاجة توضح معانا يا شباب إن إحنا دلوقتي لازم تكون القواعد متكاملة، ماشي، يعني الرسمة بتاعتها يكون الرسمتين متكاملين سي وجي، وده شكل قوسين A و T، تمام، والشكل الرأس مدبب وده في نفس الشكل، كوسين برضو نفس الشكل سي و جي، وهنا A و T، فلاقي عندنا تزاوج اللي بين القواعد مفيش مشكلة فيه. طيب تاني حاجة خد بالي منها ان الوضع لازم يكون معكوس،
إن الوضع لازم يكون معكوس. هنا لو لاحظت هلاقي عندنا مجموعة الفسفات الطرفية في نفس الاتجاه، اللي هو ده يعتبر اتجاه 5 وده برضو اتجاه 5، هل ده يصح معايا؟ بالطبع لا، ونفس الوضع عندي هنا، فبالتالي الاتنين دول بره الموضوع. لازم يكون واحدة هنا الفسفات في الاتجاه ده 5 عشان الاتجاه ده يبقى 3، وفي المقابل الاتجاه ده يبقى 5، فالاتجاه اللي فوق هيبقى 3، فلاقي ده منطبق عندي هنا في الاتنين. طيب ايه الخلاف بقى عندنا ما بين الاتنين؟ هلا عندنا هنا سكر خماسي، سكر خماسي هنا قاعدة وهنا قاعدة، تمام، فبالتالي كله هنا مظبوط، سي وجي، وهنا بي وهنا بي، تمام الأمور تمام. طب وهنا نفس الوضع، هنا قاعدة وهنا قاعدة، تمام، هنا بي وهنا بي، هنا سكر خماسي هنا سكر خماسي، فين الفرق؟ هل في أي فرق؟ مفيش. طيب ممكن بعض الناس احيانا بتحط الفرق حاجه صغيره كده، الفرق ما بينهم طول القاعده نفسها، ان انا عارف ان الجي والاي قواعد ثنائيه الحلقه، قاعده نيتروجينيه ثنائيه الحلقه، بينما السي والتي بتكون مفرده، فبالتالي ممكن يخلي الحجم بتاع الجي والاي الضعف بالنسبه للقاعده الاخرى اللي هي السي والتي. طيب هل انا شايف الكلام ده عندنا في الرسمتين؟ انا مش شايف اي فرق في الاتنين، سكر خماسي سكر خماسي، فوسفات فوسفات، والاي والتي هنا الاي طويلة والتي هنا تقريبا الطول متساوي في الاتنين، فبالتالي مش شايف اي اخطاء في الاتنين دول. الشباب كتروا، وان انتوا عندكوا حاجة تانية مفيش مشكلة، نشوفها مع بعض في التعليقات يا شباب. معلش يسامحوني، انا عارف ان التعليقات مقصر شوية مع بعض الشباب، لان المشكلة عندي دخلت في حوالي 300 وشوية فيديو او اكتر، ولو كل واحد علق تعليق على فيديو منهم محتاج ان انا افضل على اليوتيوب بال24 ساعة، وده صعب مع الوضع الحالي. فانا مش شايف اي فرق ما بين الشرطين يا شباب، بالنسبة لهنا وهنا الاتنين عندي يمشوا تمام كده، لان انا بتكلم عن جزئي دي ان ايه، والاتنين دي ان ايه سي وجي واي وتي. طيب نيجي مع بعض عندنا هنا، اي الاشكال التالية تمثل التركيب الصحيح لجزئي الدي ان ايه، تمام. طيب نحاول الشطب السريع، الاتنين دي ما ينفعش وده ما ينفعش، ليه؟ لان الاتنين عندي في نفس الاتجاه، تمام، في نفس الاتجاه، شكل السكر عندنا الزاويه بتاع السكر في الاتنين موجود عند الاعلى، فبالتالي ده لا يصلح. وتاني حاجه عندي مثلا هنا مجموعه الفوسفات في الطرف 3 برضو لا يصلح، تمام، مجموعه الفوسفات في الطرف 3 لا يصلح. طيب هنا عندي الطرف 3 ماشي، اللي هو مجموعه الهيدروكسيل، وطرف 5، وهنا 3 و5 ده يمشي معايا. طيب هنا عندي 3 و3، لا ده لا يصلح، لان هنا 3 و3 لازم يكون عندي معكوسين الوضع، هنا معكوسين الوضع، لكن اخطا عندنا هنا في الجزئيه دي، الخطا هنا ان دي مجموعه ايه فوسفات، فلازم تكون طرف 5 وليس طرف 3، فيبقى انا الاجابه بتاعتي يا شباب اللي هي بقى هي الوحده الصحيحه. طيب اي شكل مما يلي يعبر عن الشكل الصحيح لقطعه من جزيئ الدي ان ايه، تمام. طيب لو جينا بصينا مع بعض يا شباب، 3 5 3 5، 5 3، 5 3، لا ده ما ينفعش، 5 2 مع بعض ما ينفعش، بره الموضوع، 5 2 مع بعض بره الموضوع، 3 5. طيب كده انا عندي هنا الاتنين دول ماشي، هنا 3 5 وهنا 5 3، هنا 3 5 وهنا 5 3، مظبوط. يبقى كده نبدأ نشوف التزاوج اللي موجود عندنا ممكن يكون فيه مشكلة، ال A وبالها T ب3 روابط، لا لا هنا بقى الغلطة، هنا غلطة هنا غلطة، تمام، عكس للروابط ال A وال T المفروض بربطتين فقط، والسي والجي ب3 روابط، يبقى كده الخطأ اللي هنا. طب هنا ال A وال T 2 2 3 3، 2 2 3، ده مظبوط تمام. طيب نيجي مع بعض بالنسبة لرقم 7، ترتبط مجموعة الفوسفات غير الحرة. غير الحرة يعني ايه يا شباب؟ احنا عندنا دلوقتي بيبقى السكر الخماسي او النوكليوتيد بتاعنا اللي موجود، ادا النوكليوتيد مرتبط بمجموعة فوسفات هنا في الطرف، فدي بنسميها فوسفات حرة عشانها موجودة في طرف الشريط، لكن في مجموعة فوسفات تانية بتكون عندي هنا، تمام، مرتبطة مع النيوكليوتيد التاني اللي موجود تحت، ادا النيوكليوتيد الاخر اللي موجود معايا مثلا، انا برسمه معلش، تمام، فهو فبنسمي دي غير حرة، اللي هي قدامنا دي غير حرة، لكن دي بنسميها حرة اللي هي بتكون في طرف الشريط. طيب ترتبط مجموعة الفوسفات غير الحرة في هيكل سكر فوسفات، هل بترتبط بمين؟ بذرة الكربون رقم 1 فقط، ذرة الكربون رقم 5، ذرة الكربون رقم 3، 3 و5. طيب لو احنا ركزنا بالنسبة لي الفوسفات دي هنلاقي في رابطة بينها وبين الكربونة اللي هنا، طب ده رقم الكام؟ ان هنا 1 2، يبقى ده رقم 3. طيب ولو جينا هنا هنلاقيها مرتبطة عندنا بذرة الكربون رقم 5 اللي بيكون في الموقع ده، فيبقى مرتبطة بذرتين كربون، ذرة رقم 5 بالنسبة للنيوكليوتيد و3 للنيوكليوتيد التالت، النيوكليوتيد التالي، يبقى 5 بالنفس النيوكليوتيد اللي هي مرتبطة بيه، و3 بالنسبة للنيوكليوتيد ايه التالي ليه، فيبقى عندنا 3 و5 تمشي معانا. طيب نيجي مع بعض بالنسبة لرقم 8، جاي بيقول لي ترتبط مجموعة الفوسفات الحرة، يبقى احنا عندنا بنتكلم عن اللي فوق،
في هيكل سكر فوسفات بي ايه؟ اه طبعا ده هيبقى عندنا مظاهرة الكربون رقم 5 بس، لسه يعني موضحينها هنا، ما فيش اي ارتباط اخر باي جزء تاني، فبالتالي هتبقى الذرة الوحيدة مرتبطة باللي هي 5 اللي عندي في الموقع ده. طيب نيجي بعد كده يا شباب بالنسبة رقم 9، ترتبط مجموعة الفوسفات في النيوكليوتيد الواحد بي، في النيوكليوتيد الواحد مرتبطة بايه؟ ذرة الكربون رقم 1، ذرة الكربون رقم 5، ده السؤال نفس السؤال اللي فوق ولا في خلاف؟ ها، مجموعة الفوسفات في النيوكليوتيد الواحد، في النيوكليوتيد الواحد، يعني بنتكلم عن النيوكليوتيد بس، نيوكليوتيد واحد بس، تمام؟ يعني ماليش دعوة بعلاقة ان هو موجود، يعني هنمسح الرابطة دي كأنها مش موجودة، يبقى احنا بنتكلم عن النيوكليوتيد ده فقط. طيب هو مرتبط بمين؟ اه يبقى انا مرتبط عندنا بذرة الكربون رقم 5 اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي الموقع بتاعي، تمام؟ لكن لو قال لي في الشريط زي ما هو مكتوب عندنا او في هيكل السكر فوسفات، يبقى احنا في الحاله دي كنا هنختار زي ما احنا قلنا 3 و5، لكن هو هنا بيتكلم عن واحد بس، يبقى ملوش علاقه بالرد. نيجي مع بعض الرقم 10، جاي بيقول لي ايه؟ استخدم الشكل التالي للاجابه عن السؤال، اي العبارات الاتيه صحيحه؟ طيب تعالوا كده نشوف مع بعض الروابط اللي موجوده معانا ايه يا شباب. هنلاحظ عندنا ان الروابط عندنا كام رابطه، هتلاقي رابطتين، هنا في رابطه وهنا في رابطه، ده واحده وده التانيه. طيب مين اللي بيرتبط بالرابطتين؟ طبعا انا عارف ان انا عندي الاي بترتبط بالتي، تمام، والرابطه اللي ما بينهم بتكون عندنا رابطتين هيدروجينيتين بيعملهم على شكل نقاط، تمام كده. طيب يبقى انا كده عرفت ايه وتي. طيب لو انا جيت بصيت مع بعض، مين فيهم الاي ومين التي؟ بالراحه انت عرفت ان الجا جا بيورينات، جا بيورينات، الجي والاي دول حلقتين، فيبقى احنا عندنا الاخ ده هيكون الاي اللي هو سي، هيبقى ايه، تمام، والصاد هتبقى تي. اجي اشوف هنا الخيارات، القاعده سين سيتوزين بره الموضوع، تمام، عندي ادينين وثيمين، ماشي، انا عايز سين بس، سين تبقى مين؟ سين عندنا هي الادينين، سين الادينين، فالعبارتين دول يمشوا معايا. طيب صاد هي اليوراسيل، لا بره الموضوع، يبقى نجي، ماشي كده يا شباب، يبقى احنا عندنا هي الثيمين. نيجي بعد كده يا شباب، ممكن تبقى عندنا يوراسيل بس ده لو احنا مثلا في عمليه ترجمه، ماشي، يعني مثلا لو غير سؤال لصيغه السؤال، اي العبارات التاليه صحيحه في عمليه الترجمه او اثناء عمليه الترجمه؟ اه كنت انا هختار دي، ان انا هيكون عندي شروط دي ان في القاعده ايه، وتجي له القاعده المكمله ليه اللي هي القاعده يو اللي هي اليوروسيل. طب نيجي مع بعض بالنسبه رقم 11، بيقول الشكل التالي يوضح تزاوج قاعدتين نيتروجينيتين، تمام، نفس الفكره اللي فوق، هنلاقي عندنا ثلاث روابط، يبقى الثلاث روابط يبقى مين؟ يبقى سي وجي. طيب مين الحلقه ومين الحلقتين؟ ده حلقتين معانا اهو، اه يبقى ده الجي، تمام، اللي هنا. طيب وهنا ده يبقى الحلقه المفرده. طيب هو جاي بيقول لي هنا اه في ارقام اهي، دي واحد ودي اتنين، حلو. طيب بيقول القاعده واحد سيتوزين، لا احنا عايزينها جوانين، واحده واحد يبقى جوانين، يبقى احنا عندنا العباره ج. نيجي الرقم 12، جاي بيقول لي الشكل الصحيح الذي يمثل ارتباط قاعده الثيمين بالادينين في شريط الدي ان ايه. قاعده الثيمين مع الادينين، احنا عارفين الاي ثنائي، الاي ثنائي هنا، الاي ثنائي هنا، الاي واحد هنا وواحد هنا، ده بره الموضوع خلاص، الاي يعني احنا عندنا حلقتين. طيب هنا حطيت لي رابطتين وهنا حطيت لي ثلاثة، لا احنا عارفين ان الارتباط بيكون عندنا رابطتين بس، فنختار ده. طيب نيجي مع بعض بالنسبة لرقم 13، جاي بيقول لي يوضح الشكل التالي جزئي دي ان ايه، اي من التتابعات التالية صحيح لأحد الشريطين في الشكل، اي التتابعات التالية صحيح لأحد الشريطين في الشكل. طيب تعالوا نعمل التتابعات موجودة، انا عندي ثلاث روابط يا شباب، ثلاث روابط، رابطتين وهنا رابطتين. طيب بالنسبة للثلاث روابط لو احنا بصينا معاها، ثلاث روابط يبقى هنا سي وقبل منه جي، تمام كده. طيب هنا برضو عندنا، لا هنا حلقتين بس ايه وربطتين، يبقى احنا عندنا هنا الاي وقبل منه التي، تمام. هنا عندنا نفس الفكرة اللي فوق، هيبقى جي وتحت منه سي، تمام. طب وهنا هيبقى عندنا ايه وتحت منه تي. طيب يبقى انا عايز الشريط بتاعي يكون سي تي سي تي او جي اي جي اي، تمام كده. ها نيجي نشوف مع بعض، جاي بيقول لي تي سي تي سي، لا ما ينفعش لان جايب من فوق لتحت، تمام كده. طيب سي تي سي تي اه يمشي معايا. طيب اي جي اي جي اي جي ما ينفعش، تمام. يو سي يو سي لا ما ينفعش، يبقى احنا عندنا بس هي اللي تصلح معانا، ده بالنسبة عندنا للجزئية دي. نيجي بعد كده يا شباب بالنسبة لي رقم 14، جاي بيقول لي ايه؟ الجدول التالي يوضح نسب القواعد النيتروجينية في أربعة عينات من الأحماض النووية، تمام، وجاب لي عندنا أحماض نووية، حلو. أي قواعد هي الأدينين؟ أي القواعد هي الأدينين؟ طيب يعني احنا دلوقتي في أربعة عينات من الأحماض النووية، أربعة عينات من الأحماض النووية. طيب هنجيبها ازاي دي؟
لو جينا بصينا مع بعض الشباب نشوف العينات اللي موجودة معانا كده ونحاول يعني نطلع بيها. لو جينا هنا مثلا صفر 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 مفيش يوراسيل، تمام؟ احنا بنتكلم عن 4 عينات من الأحماض النووية، فبالتالي الأحماض النووية اللي موجودة قدامنا دي يا شباب لا تحتوي على اليوراسيل، ماشي؟ يبقى دول دي ان ايه، يبقى اللي قدامنا التلاتة اللي فوق دول دي ان ايه، لكن اللي تحت ده مثلا بيتكلم عن ار ان ايه، ماشي؟ لأن جاب لي اليوراسيل اللي موجودة فيه. طيب طالما اليوراسيل اللي موجودة ماشي، يبقى أنا عندي الصفر دي هي مين؟ يبقى أنا هنا ده حرف اليو، حلو، حرف اليو، وده حرف التي، ماشي؟ لأن أنا عندي الار ان اللي موجود، ادي الار ان ايه، فالار ان ايه بتاعنا يا شباب نتفق كلنا ان هو يحتوي على قاعدة يو ولا يحتوي على الثيمين، فبالتالي كده أنا عرفت التي، تمام؟ طيب مين اليو؟ هتبقى اليو عندنا المساوية ليها، والمشكلة ان احنا عندنا كل القواعد بتاعتنا مساوية ل25، تمام كده، كلها مساوية ل25. طيب المفروض كان عندنا هنا اهو يقول لي مثلا لنفس الشخص، بس مش هتمشي معانا برضو. طب تعالوا كده واحدة واحدة، احنا عندنا السي ب19 والال ب19، يبقى السي واللام قد بعض. طب الصاد والعين 40 و30 ولا 30 و4؟ لا يصلح العينة دي، العينة دي عينة مختلفة معانا، ما ينفعش. ليه؟ لأن المحتوى بتاعها مختلف، تمام؟ وما ينفعش تكون شريط ار ان ايه لأن المحتوى صفر. طب لو جينا هنا هنلاحظ مع بعض ان هنا 23 و24 وهنا 26 و27، النسب بتاع الاتنين دول متقاربة والنسب بتاع الاتنين دول متقاربة. طب لو جينا هنا 18 و17 و32، تمام، يبقى انا عندي السين مع اللام والصاد مع العين. طيب انا كده عرفت من خلال الكلام ده يا شباب ان اقرب نسبة عندي تظبط معايا العمل ان الصاد هي التي. انا كده عرفت الاول من شويه ان الصاد او الصفر اللي عندنا بسبب ال 25 والصفر ان دي حرف التي، ومن خلال النسب اللي احنا شفناها في الثلاثه اللي موجودين معانا هنا ان دول يتفقوا معايا النسبه فيها، وبالنسبه ل 19 و19 دي كانت تتفق، بس المفروض الاربعه دي كانت تبقى قريبه مثلا من رقم ال 30، تمام؟ دي يبقى رقم قريب على اساس تبقى العينه دي تصلح معايا، لان العينه دي تالفه بسبب ان ده 4 ودي 30، فدي لا تصلح معانا في المساله هي. فبالتالي الصاد والعين ماشي متقاربين، فبالتالي يبقى ده تي، يبقى ده عندنا حرف الايه، هو بيسأل عن الايه، يبقى الايه هتبقى اطلع عندنا حرف العين. طيب بالنسبه لرقم 15 بيقول لي ما اقل عدد من الروابط الهيدروجينيه التي توجد في جزيء دي ان ايه يحتوي على 700 زوج من النيوكليوتيدات، تمام؟ 700 زوج من النيوكليوتيدات. طيب هو جاي دلوقتي بيتكلم عن اقل عدد، طيب انا عندي 700 زوج، تمام، يعني اقبل منهم كمان 700، حلو، 700 زوج يعني 700 في الشريط ده و700 في الشريط ده. هو عايز اقل عدد من الروابط الهيدروجينيه. طب ال 700 اللي عندي هنا وال 700 اللي عندي هنا، هنفترض اقل عدد اللي هو السي مع الجي ولا الاي مع التي؟ برافو عليك، الاي مع التي. يبقى انا هفترض ان كل قواعد ايه من هنا وفي المقابل ليها من الجانب الاخر هيبقى عندي التي، تمام؟ طيب يبقى انا عندي كام رابطه هيكونوا اللي هي الروابط الهيدروجينيه اللي موجوده عندي؟ هيبقى عندي 700 قاعده ب 700 رابطه ب 700 في 2، يبقى 1400، يبقى الحد الادنى عندي 1400. طب لو عايز الحد الاقصى يبقى هجيب ان هو لو سي وجي، والسي وجي هتبقى 3 روابط، 3 في 700 هتبقى عندي 2100. ده بالنسبه عندنا لرقم 15. نيجي لرقم 16، جاي بيقول لي قطعه من جزيء دي ان اي تحتوي على 15 زوج من النوكليوتيدات. قطعه من دي ان اي تحتوي على 15 زوج من النوكليوتيدات، يعني انا عندي شريطين جنب بعض وكل شريط منهم فيه 15، تمام؟ طيب الجدول التالي يوضح عدد بعض القواعد النيتروجينيه. الشريط الاول، الشريط الأول، تمام. نيجي نشوف مع بعض هنا، جاي بيقول لي ده الشريط الأول وده الشريط التاني، هل أقدر أجيب بقية المكونات اللي موجودة عندي؟ تمام، في بعض الناس بتتلبى في الموضوع ده يا شباب، تعالوا كده واحدة واحدة مع بعض. أنا التي عندي في الشريط ده 3، يبقى الـ A هي اللي في الشريط التاني برضو 3، يبقى نكتب هنا 3. طيب هنا مثلا وليكن عندي 4 تي في الشريط ده، يبقى في الشريط المقابل هو الأربعة، يبقى أنا كده عملت الشريط التاني، تمام. طيب نيجي عندنا هنا السي هنا بستة، السي هنا بستة، يبقى الجي في الشريط المقابل هي اللي بستة، تمام. فضل عندي الجي، أجيبهم ازاي؟ الجي هنا والسي هنا مفيش مشكلة، العدد كله كام؟ 15. طيب انا عندي في الشريط، انا عندي 15 زوج، يعني الشريط الاول كله على بعضه ب 15 والشريط الثاني كمان كله على بعضه ب 15، يبقى انا عندي 15 في الجانبين. طيب تعالى كده معايا،
أربعة وستة، 10 وتلاتة، 13، الباقي كامل 15، 2. يبقى أنا عندي الجي هنا باتنين، وكذلك عندي المقابل لها السي باتنين. يبقى أنا كده عرفت النوكليوتيدات اللي موجودة عندي في كلا الشريطين. طيب كم عدد النوكليوتيدات اللي تحتوي على الجوانين في الشريط الأول؟ أدى الشريط الأول في كم جوانين؟ في 2 بس، أو جاي محدد على 2. ماشي كده، يبقى 2 عندي هي الصحيح. إذا كانت نسبة السيمين، كده السؤال ده خلص خلاص. إذا كانت نسبة السيمين في جزيء دي ان اي تساوي 10، ما نسبة الثيمين إلى الجوانين في الجزيء؟ تاني، الثيمين بيساوي كام؟ 10، تمام؟ طيب الجوانين بتساوي كام؟ طيب ركز معايا كده يا غالي، العملية دي عملية حسابية ومحتاجة تركيز منك، تمام؟ فلازم تكون شاطر في الرياضيات، هي مش صعبة أوي العملية بس يعني محتاجة تفكير بسيط. أنا القواعد الأربعة عندي ب100%، الأربعة بكام؟ ب100%، اللي هما مين؟ الـ A والـ T والـ C والـ G، الأربعة مع بعض ونسبتهم 100%. انا لو اداني نسبه اي واحد منهم اقدر اجيب الباقي. طب ازاي؟ يا اما بعمليه معقده، ان انا مثلا لو اداني القاعده المكمله ليه التي عايز الايه بتساويها، اداني الايه عايز التي بتساويها، اداني السي بتساوي الجي، اداني الجي بتساوي السي، خلص الموضوع. طب هو اداني هنا بيقول لي الثيمين اللي هو حرف التي ب10، تمام. طب هنا بيسالني عن الثيمين مقابل الجوانين، طب الجوانين بكام؟ بص يا سيدي، أي قاعدتان لا يرتبطان 50 ناقص. تاني، أي قاعدتان لا ترتبطان يبقى 50 ناقص. هل الثيمين ترتبط بالجوانين؟ لا، يبقى 50 ناقص الـ10 اللي اديهالك. تطلع بكام يا غالي؟ تطلع ب40، تمام؟ تمام، يبقى أنا النسبة بتاعتي 10 إلى 40، يبقى النسبة بتاعتي 1 إلى 4. تاني، أي قاعدتان لا يرتبطان دايما ب50. خدوا بالكم، البيورينات نسبتها في الدي ان ايه المزدوج 50%، البريمدينات نسبتها في الدي ان ايه 50%. ليه؟ لان انا عندي في البريمدينات سي وتي، هل بيرتبطوا؟ لا، 50%. طيب عندي الجي والاي، هل يرتبطوا؟ لا، نسبتهم برضو 50%. وجربها في اي مساله هتلاقي نسبتهم تطلع معاك 50% على طول، ونشوفها في المساله اللي بعد منها ونحاول نظبطها مع بعض. نيجي مع بعض بالنسبه لرقم 18، بيقول لديك حمض نووي تعتقد انه شريط مفرد. لا، دي مش هتظبط معانا اللي احنا كنا معتقدينه. لديك شريط مفرد من الدي ان ايه، اي الخيارات التاليه تؤكد اعتقادك؟ طبعا عندنا اللي هيفرق ما بين الشريط المفرد والشريط المزدوج يا شباب، قال لي اول حاجه نسبه اليوراسيل، ماشي، ولا نسبه الثيمين؟ لا، انا اقول يوراسيل امتى يا شباب؟ لما يكون عندي ار ان ايه. فلما شفت يوراسيل هنا يبقى انا الاثنين دول بره الموضوع. ليه؟ لان ار ان ايه وهو بيتكلم عن دي ان ايه، فانا كده استبعد اليوراسيل بره الموضوع. فضل عندي كام شريط؟ فضل عندي شريطين. طيب امتى اعرف مزدوج امتى اعرف مفرد؟ مزدوج لو النسب متساويه، الاي بتساوي التي والسي بتساوي الجي، يبقى كده مزدوج. لكن لو هي غير متساويه يبقى كده شريط مفرد. تعالوا كده نتاكد مع بعض، الادرين بكام؟ ب22. طب مين اللي بيرتبط بيها؟ الثيمين 29، بعيده. طب السيتوزين؟ تمام، 32. والجوانين ب17، بعيده، يبقى الشريط ده يمشي معانا مفرد. طب نتاكد من التاني، الادينين ب38 38، والجوانين والسيتوسين 12 و12، لا ده يرتبط مع بعض. يبقى لو كان بيسال عن شريط مزدوج، شريط مزدوج يبقى انا كنت اختار ده، لكن هو محتاج هنا شريط مفرد. طيب تعالوا نطبق الجزئيه اللي احنا قلناها، يبقى احنا عرفنا ان ده دي ان ايه مزدوج. لو انا جيت قلت لك هل الادينين ترتبط بالسيتوزين؟ نطبق الكلام اللي احنا قلناه فوق، هل الادينين ترتبط بالسيتوزين؟ لا، فاجمعهم كده هتلاقيهم 50. هل الادينين ترتبط بالجوانين؟ برضه لا، اجمع الاثنين 50. هل السيتوزين ترتبط بالثيمين؟ لا، اجمعهم 50. هل الجوانين ترتبط بالثيمين؟ برضه لا، 50. انما اللي بيرتبطهم الادينين والثيمين هلاقي الاثنين متساويين، السيتوزين مع الجوانين الاثنين متساويين. خلي قاعده ثابته، اي قاعدتان في الدي ان ايه المزدوج يرتبطان يبقى 50 ناقص، وتجيب الايه؟ الناقص عندك. طيب نيجي مع بعض بالنسبه لرقم 19، تم اخذ عينه الدي ان ايه من خليه جسديه من فراشه وعينه الدي ان ايه من خليه جسديه من الانسان، فيما تختلف العينتان؟ تمام كده. طيب لو جينا مع بعض عندنا يا شباب، احنا عرفنا ان الدي ان ايه ثابت في كل الكائنات الحيه من حيث التركيب الكيميائي بتاعه، ثابت من حيث التركيب الكيميائي بتاعه، تمام، يعني هنلاقي كله زي بعضه. طب تعالوا كده نشوف مع بعض عندنا ايه الاختيارات اللي موجوده ونحاول نستبعد، هو يعني السؤال مش موجود في قلب الكتاب بس نحاول واحده واحده، احنا مطلوب مننا ان احنا ناخد المعلومه اللي في الكتاب ونبدا نفهمها وبناء عليه نطبق في اي معلومه جديده. طيب جاي بيقول لي فيما تختلف، هل مختلفين في حاجه؟ هل نسبه الادينين الى الثيمين بيختلفوا بالنسبه للانسان والفراشه؟ بالطبع لا، لان عند الادينين احنا بنتكلم عن دي ان ايه، طالما قلت دي ان ايه بس او قلت دي ان مزدوج يبقى انا بتكلم عن مزدوج على طول، دي ان ايه بس او دي ان مزدوج، انما لو عايز مفرد اقول لك مفرد.
هل نسبة الأدينين إلى الثيمين بيختلفوا؟ بالطبع كل الكائنات الحية الأدينين بيساوي الثيمين. تتابع النوكليوتيدات، يعني إيه تتابع النوكليوتيدات؟ يعني الحروف الـ A والـ T والـ C والـ G، هل الحروف ترتيبها عند الفراشة زي ترتيبها عند الإنسان؟ بالطبع لأ، لأن لو ترتيبها عند فراشة زي الإنسان كنا إحنا الاتنين هنبقى كائن زي بعضنا، يعني نفس الشكل ونفس الخصائص، لكن ده لا يصلح. تمام، طيب نصبر مع بعض. نوع السكر الخماسي، الدي ان ايه كله سكر خماسي ريبوزي. تمام، نوع النوكليوتيدات، النوكليوتيدات برضه نفس النوكليوتيدات الاي والتي والسي والجي، فبالتالي لا تصلح عندي الا العباره اللي هي ب فقط. نيجي ل 19، بماذا يختلف الجين الواحد عن الاخر؟ ايه الاختلافات ما بين جين واحد عن التاني؟ طيب جاي بيقول لي بانواع القواعد النيتروجينيه المتواجده فيه. انواع القواعد هي نفس القواعد اللي موجوده بالنسبه للشرطين. طيب ترتيب وعدد القواعد، اهو ماشي تمشي معانا. نوع السكر، لا السكر واحد جميع ما سبق، لا يبقى احنا عندنا بقى بس هي اللي تصلح. الترتيب وعددها، جين مثلا جين الانسولين غير جين هرمون النمو، نفس القواعد موجوده الاي والتي والسي والجي موجودين، لكن الترتيب تغير وبالتالي الاحماض الامينيه في الترجمه هتتغير، الاحماض الامينيه هتتغير نتيجه اختلاف الشفرات اللي موجوده. طيب نيجي لرقم 21، جاي بيقول لي اذا كان ترتيب القواعد النيتروجينيه في شريط جين معين في خليه معده حيوان، تمام، فإن ترتيب هذه القواعد لنفس الجين في خلية من كبد نفس الحيوان، ترتيب هذه القواعد في خلية من كبد نفس الحيوان هيبقى نفس الترتيب، ما فيش أي فرق، نفس الجين موجود في نفس خلايا الجسم. تمام كده، يعني خلية في معدة لأن الجين الترتيب ده برضه في الكبد نفس الترتيب. طيب أنا بشبهها عندي للطلبة بتوعي بجزئية يا شباب عشان نفهمها. أنا بقول لك مثلا عندكم التلفزيون بتاعكم في البيت كام قناة؟ هتقول والله انا عندي 1000 قناه في البيت. هل انت بتتفرج على 1000 قناه؟ بالطبع مستحيل ان حد يتفرج على القنوات اللي موجوده في التلفزيون كلها. ليك مثلا 3 أو 4 أو 5 قنوات محددين، دول بتوعك، اي وقت ما تفتح التلفزيون بتشغل ايه اي قناه من الخمسه دول، كذلك والدك كذلك والدتك. تعال نطبق الكلام ده عندنا في جسم الانسان. جسم الانسان جميع خلاياه نفس الماده الوراثيه، جميع خلاياك نفس الماده الوراثيه، طبعا باستبعاد عندنا الحيوانات المنويه والبيضات اللي بتحتوي على نصف المعلومات الوراثيه، بعض خلايا الكبد والبنكرياس بيكون ثلاثيه المجموعه الكروموسوميه برضو بنستبعدها بره الموضوع، لكن بصفه عامه ان الخلايا الجسميه كلها 2N وكلها فيها 46 كروموسوم مطابقين لبعض. يعني خليه في عينك زي خليه في كبدك زي خليه في قلبك زي خليه في عضلاتك زي خليه في معدتك زي خليه في الغده النخاميه، كلها نفس الخلايا، كلها نفس المعلومات الوراثيه، كلها 46 كروموسوم. لكن في آليات تنظيمية معقدة بداخل كل خلية منهم بتحدد مين الجينات المطلوب عملها ومين الجينات المطلوب توقفها عن العمل. يبقى أنت عندك مجموعة من الجينات يتم تنشيطها ومجموعة من الجينات يتم وقفها، زي ما احنا قلنا في الصفر، أنت نشطت 5 قنوات بس، طب والباقي ما بتقربش ليهم. موجودين بس مالكش دعوة بيهم. تمام كده؟ ماهوش طلبك. فكذلك عينك بتصنع مثلا مادة كيميائية معينة أو هتصنع بروتينات معينة، فهتشغل الجينات الخاصة بيه بالجزئية دي. الغدة النخامية زي ما احنا اخدنا الهرمونات الموجودة فيها، بتصنع هرمون النمو، بتصنع هرمون البرولاكتين، بتصنع هرمونات منشطة الغدد الأخرى، فعندها كل دي جينات موجودة فيها نشطة. طب لو جت مثلا جين الأنسولين، ما هو موجود فيها، موجود في الغدة النخامية، ما بتصنعوش، ليه؟ لأن في آلية تنظيمية بتعمل ليه عملية تثبيط، موقفاه، ممنوع من العمل. تمام؟ وان شاء الله ربنا يصلح الحال احاول اشرح الجزء ده للصف 12 هنا، وبرفع لكم فيديو للناس اللي عايزه تستزيد في الموضوع ده. ده بالنسبه عندنا للجزئيه دي. طيب نيجي مع بعض بالنسبه لرقم 22، اي مما يلي يعبر عن عمليه تضاعف الدي ان ايه بشكل سليم. اي مما يلي يعبر عن تضاعف الدي ان ايه بشكل سليم. تمام، تعالوا كده مع بعض نشوف ايه الاخطاء اللي موجوده عندنا. طيب اول خطا موجود معانا وظاهر قدام عينيا يا شباب، الخطا الواضح قوي 3 3 3 3 3 3 3، الثلاث اشارات دول اتضربوا على طول مباشره. هنا 5 5 برضو ما يصلحش، هنا 3 5 ماشي، او جاي هنا 5 3، فهنا هنلاقي في التزوجات هنا ماشي، هنا صحيحة لكن هنا غير صحيحة 3 3، هنا التزوجات برضو خاطئة، لكن الوحيد اللي ماشي معانا هنا 3 5 وهنا 3 5، فبالتالي ده يصلح معايا يا شباب. عرفنا ان عندنا انزيم البلمرة برضو من ضمن الحاجات، انزيم البلمرة يمشي في اتجاه 1 5 3 وماشي، لكن هيجي هنا يمشي معانا على شكل قطعة من اتجاه 5 إلى اتجاه 3، هنا برضو من 3 ل 5 لا يصلح، هنا 5 3 يصلح في الشريط ده لكن كان في خلل في الشريط ده في اتجاه الانزيم اللي فوق، وهنا برضو عندنا خطأ في اتجاه الانزيم، فبالتالي الوحيد الصح اللي هو دي الأول. طيب نيجي مع بعض بالنسبة لرقم 23، الشكل التالي يوضح عملية تضاعف الدي ان اي، أي مما يلي صحيح بالنسبة للإنزيمات اللي تساهم في عملية التضاعف. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض. عرفنا ان عندنا يا شباب ان الانزيم بتاعنا في انزيم بالمره وفي انزيم ربط، ادي ايه ربط على طول، ايه ربط واضح قوي ان هو جاي هنا في الحته دي، يعني هيربط، يبقى احنا كده في الحاله دي شطبنا الاثنين اللي فوق، فضل معانا 2. طيب نيجي لدي
ماشي. وسي دي وسي. طيب انا عندي هنا دي وبي، ماشي. ادي عندنا بي، البي طبعا الهيليكيز، ماشي، او اللولب اللي بفصلنا الشرطين عن بعضهم البعض. وادي عندنا انزيم البلمر، ماشي. فيبقى احنا عندنا مين يا شباب؟ البي عندنا انزيم اللولب هيفصل الشرطين، والدي اللي هو انزيم البلمره. طب هو عامل لي سي برضه، السي والدي الاتنين يمشوا، يعني الحرف ده سي، فبالتالي ممكن يمشي عندنا سي هنا كمان عادي، تمام. فيبقى جيم هو الصح. طيب ثانيا، اي ميمال اقرب لوظيفه الانزيم ايه؟ وظيفه الانزيم ايه؟ فين انزيم ايه؟ انزيم ايه عندنا يا شباب ده مهمته ايه؟ ده بيفك الالتفاف. يعني عندنا الانزيم ده رايح على شريط الدي ان ايه يفردهولي، تمام، بحيث ان انزيم الهيليكيز او انزيم اللولب يستطيع التعامل مع الشريطين ويفك الايه الرابطه الهيدروجينيه اللي موجوده ما بين القواعد النيتروجينيه المتكامله، ماشي. فبالتالي يبقى فائدته عندنا ان هو بيفك الالتفاف بتاع ايه الشريطين. طيب بيكسر روابط ملهوش في الدور في تكسير، يقوم ببناء اشرطه الدي ان ايه، ما بيبنيش لانه مش انزيم بالمره، يقوم بربط لان ما هوش انزيم ربط. طيب نيجي مع بعض بالنسبه رقم 24، بيقول الدي ان ايه الخاص بالفار والدي ان ايه الخاص بالارنب، النيوكليوتيدات المكونه لجزيئات الدي ان ايه لها نفس الترتيب؟ لا مستحيل، الجينات مختلفه واللي كانوا اصبحوا كائن واحد. مرتبه في اشرطه لها نفس الطول؟ بالطبع لا. انواع مختلفه في الارنب، ماشي، مش مختلفه، النيوكليوتيدات نفسها موجوده في الاثنين نفس الشيء، ما فيش فرق ما بينهم، تمام. طيب مرتبة في تتابعات مختلفة؟ التتابعات نفسها مختلفة، ماشي، ان هو الحروف نفسها او الترتيبات بتاعتها فيها اختلاف.